أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي انطلاق فعاليات معرض تنمية الأسرة المصرية والذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة. ويقام المعرض على مساحة 2000 متر ويستمر حتى 25 من أغسطس الجاري بمنطقة أرض المعارض بمهرجان العالمين الجديدة بالساحل الشمالي، بمشاركة 76 عارضا ينقسمون إلى 54 عارضا من الأسر المنتجة لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب مشاركة 22 من رائدات الأعمال بالمجلس القومي للمرأة بهدف توفير فرص تسويقية لمشروعاتهن الحرفية. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن معرض تنمية الأسرة المصرية يقام ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، ويعد فرصة لتسويق الحرف اليدوية والتراثية من مختلف محافظات الجمهورية، وفرصة كبيرة لتسويق منتجاتهم نظرا لحجم المشاركة الكبيرة في فعاليات المعرض الذي يقام في منطقة غاية في الروعة والجمال على أرض مصر.